جميع لكم اها قم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. السيد عامل الإقليم الخميساج، السيد الكاتب العام، السادة النواب البرلمانيون، السادة رؤساء المجالس والجماعات، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السادة رؤساء المصالح العسكرية والأمنية الإقليمية، السادة رؤساء المصالح الخارجية الإقليمية، السادة ممثلي المجتمع المدني وممثلي المؤسسات والمنابر الإعلامية، أيها الحضور الكريم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية الذي يتزامن مع فاتح مارس من كل سنة، وأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أفراد الوقاية المدنية التابعين للقيادة الإقليمية لمدينة الخميسات، يسعدني أن أرحب بكم وأشكركم على حضور فعاليات أبواب المفتوحة المنظمة من طرف المديرية العامة للوقاية المدنية. السيد العامل المحترم، أيها الحضور الكريم، لقد اختارت المنظمة الدولية للحماية المدنية كشعار للاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية لهذه السنة التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية، وذلك لما شاهده العالم في الآونة الأخيرة من تقدم ملحوظ في التكنولوجيا التي تمكن من تعزيز وكفاءة وفعاليات عناصر الوقاية المدنية وتحسين قدراتهم على مواجهة الكوارث وحماية المواطنين بشكل أفضل، إذ يوفر البحث العلمي في مجال التكنولوجيا للفاعلين في مجال الوقاية المدنية حلولا مبتكرة تسمح لهم بتحسين الاستجابة أثناء حالات الطوارئ ووقائع الغرق المحتملين تحت الماء، بالإضافة إلى وسائل أخرى مجهزة ببرمجية الجيل الجديد كنظم المعلومات الجغرافية أو لسيستم دانفورماسيون جيوغرافيك مثلا. فالتقنيات المبتكرة في مجال البحث العلمي تستجيب للتحديات الرئيسية للوقاية المدنية في مجالات تقييم الأخطار والوقاية والإعداد والاستجابة أكثر أمانة ومرونة واستدامة للأجيال القادمة. السيد العام المحترم، أيها الحضور الكريم، إن الهدف الرئيسي من وراء اعتماد يوم عالمي خاص بالوقاية المدنية من طرف المنظمة الدولية للحماية المدنية، إضافة للتنويه والإشادة بالدور الكبير الذي تطلع به أجهزة الوقاية المدنية في استجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة من أخطار الكوارث الطبيعية والحوادث البشرية المختلفة، هو تذكير وحث للدول بشكل مستمر بضرورة إيلاء الاهتمام الكافي بالوقاية المدنية والعناية بها وتوجيه الدعم اللازم لها لكي تقوم بدورها الحيوي والنبيل على أتم وجه، خاصة خلال الأزمات والكوارث الكبرى، خصوصا تلك التي تحدث دون سابق إنذار وتسبب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وهنا نستحضر الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز في شتنبر الماضي والذي أودى بحياة آلاف الضحايا وخلف الخسائر.
المساعدة والأطقم الطبية وغيرهم من المتدخلين كانت من بين الأجهزة الفعالة في مواجهة تلك الكارثة الطبيعية، وكان لها دور حاسم في عملية الإنقاذ وتقديم الدعم ومساعدة وإيواء المنكوبين والتخفيف بذلك من حدة الكارثة على المتضررين. السيد العامل المحترم، نجدد شكرنا لكم على الحضور وعلى العناية الخاصة التي ما فاتئتم تولونها لهذه الهيئة، وعلى الدعم الذي نلمسه من جنابكم في مختلف المناسبات، مؤكدين على الاستعداد التام والتأهب المستمر لمواجهة مختلف الكوارث الطبيعية والحوادث اليومية المختلفة، وأن رجال هذا الجهاز سيظلون يعملون بكل جهد ونكران للذات في سبيل خدمة هذا الوطن العزيز تحت شعارهم الخالد الله الوطن الملك. وفي الأخير نود أن نغتنم هذه المناسبة الاحتفالية لرجال ونساء الوقاية المدنية لنؤكد لكم أن جميع عناصر هذه الهيئة من ضباط وضباط الصف وأعوان إغاثة وأطباء وممرضين وأطر مدنية يجددون ولاءهم وإخلاصهم للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعين الله عز وجل أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب سمو الملكي الأمير مولى رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يستعرضها إبراهيم وضيف الأعمال الحديثة الناتج عن تسرب غاز بيطان، والذي يعتبر من الأخطار المنزلية والتي تستوجب أخذ مجموعة من الاحتياطات. وبصفة عامة فإن عملية إطفاء أي حريق تتم إما بما يعرف إما بالخلق أو حصر مادة الأكسجين والتبريد وإزالة مصدر الضرر. ففي هذه الحالة يستعرض فريق إطفاء وهو مكون من تلاميذ مؤسسة مواد تدريبية يمثل مدرسة. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.